السلام عليكم مشاهدي قناة توب حادقة، كنتمنى الوصفة الأخيرة تكون عجباتكم وشاركتوها مع أحبابكم. العيد الكبير على الأبواب والشهيوات ديالو حتى هما. غندير لكم اليوم العنق ديال الغنمي معمر. للمزيد من الشهيوات ديروا جيم ورسلوا طلباتكم في التعليق وبارطاجيو الوصفه مع احبابكم. غادي نحتاجوا 1 غرام ديال الخروف، 250 غرام كفته ديال البقري، جوج بيضات مسلوقين، زيت الزيتون، اليازير، معلقه كبيره معدنوس مقطع، معلقه صغيره حبه حلاوه، معلقه كبيره السالميه، 4 فصوص ديال الثومه، الملح والبزار على حسب الرغبه، دامتي غنمي وصلصه البزار دامتي. وها هو ملخص المقادير على الشاشه. كناخذوا اناء نحطوا فيه الكفته، المعدنوس، السالميه، البزار على حسب الرغبه، ونحكوا عليهم نص دامتي غنمي ونخلطوهم مزيان. ودابا كناخذوا بلانشه نسرحوا فوق منها السلوفان ونحطوا فوق منها الكفته ونسطحوها مزيان بهذا الشكل. ومن بعد كنحطوا فوق منها البيض مسلوق وندوروا عليهم الكفته ونلويوها بهذه الكيفيه، ونبقاو ندوروها بهذه الطريقه باش نجمعوا الملفوف ديالنا. كنحطوها في الثلاجه ترتاح لمده 15 دقيقه تقريبا. ودابا كناخذوا العنقره نسرحوها، نزيدوا عليها الملح والبزار على حسب الرغبه، من بعد كنقلبوها ونحطوها فوق السلوفان وندهنوها بشويه ديال الزيت، نحطوا عليهم الثومه مقطعه، نضيفوا السالميه، نفرتوا شويه ديال اليازير، ونكملوا عاوتاني بالملح والبزار على حسب الرغبه. والان كناخذوا الملفوف نحيدوا منه السلوفان ونحطوه من فوق العنقره ونلويوهم بجوج مع السلوفان كيف كتشوفوا بهذه الكيفيه. وفي الاخير كنحطوهم فلاطة فوق بابي ألمنيوم ونسدوه على شكل بابيوت ونحطوه في الفران يطيب لمدة ساعة على الأقل على حرارة 220 درجة. من بعد ما طابت العنقرة كنحيدو بابي ألمنيوم، نحيدو السلوفان، ولا بغينا نحمروها مزيان كناخدو شوية ديال التحميرة ونخلطوها مع شوية ديال الزبدة مذوبة وندهنوها مزيان ونعاودو ندخلوها الفران وما نفوتوش 3 دقائق على حرارة 220 درجة. إلا بغينا نحافظو على شي عطرية وما لقيناش شي علبة خاصة كنديروها في خنيشة بحال هذا النوع مثلا، وناخدو فم ديال القرعة ديال البلاستيك ونخشيو فيه الخنيشة بهاد الكيفية كيف كتشوفو ونسدوها مزيان بالغلاقة. كناخدو كاسرونة ونخويو فيها 200 مليلتر ديال الماء بارد ونزيدو مستحضر صلصة البزار ديال دامتي، نحركو شوية ونشعلو عليها ونحركو مرة مرة، منين تتقال نطفيو عليها. ودابا كناخدو عنقرة الغنمي معمرة ونقطعوها شرائح ونقدموها مع خضيرة مشحرة وصلصة البزار اللي وجدنا. وبالصحة والراحة. إذا بغيتوا الوصفات كاملين بالمقادير وطريقة التحضير غادي تلقاوهم في الموقع الإلكتروني tophadga.ma. وإلى اللقاء في الوصفة الجاية.